السلام عليكم من جديد. بهذا الفيديو نكمل سي سي ان اي بخمسة أيام. تابعونا من خلال الشانل سيسكو فور اول، تابعونا من خلال جروبنا اللي هي سيسكو فور اول جروب فيسبوك سلاش سيسكو فور اول سي سي ان اي تو سي سي اي داتا سنتر. قسم من شبابنا الخريجين حاصلين على شهادات السي سي اي راوتينج سويتشينج سي سي ام بي راوتينج سويتشينج، من الناس اللي تستعد الموضوع. تابعونا من خلال هذه المصادر. تحت سلسلة نو فير سيسكو في خمسة أيام. من المواضيع حتى نعالج موضوع اللهجات. أنا أتكلم لهجة عراقية، غيري يتكلم لهجة تونسية، واللي يتكلم لهجة المصرية. نشوف مرات كل شخص يرتاح على لهجة معينة. فإحنا من المواضيع اللي وضحناها إن حتى لا تكون عندك عقبة. واحدة من المصادر الثانية اللي انت ممكن تعتمدها عندك فري فور عرب، ما شاء الله مليانة فيديوهات ممكن تقرأ لأي شخص موجود باللهجة المصرية باللهجة العراقية. انت تختار طريقك، تقدر تحدد السلسلة اللي انت تحبها للأستاذ اللي تحبه، أو ممكن تقرأ الأستاذين. راح تلاقي أستاذ انه مغطي بموضوع وأستاذ ثاني ما مغطي موضوع، ممكن يكون إحساسك انت بهالشكل. لو تتكلم انت اللهجة العراقية عندك لا غنى عنه استاذنا استاذي استاذ ضاري خالد. سلسلته واضحة جدا، سهلة جدا. انا واحد من الناس اللي قرأت لما جد شهادة سي سي ان اي. ممكن تتبع لها جدول واضح. هي السلسلة اللي تابع لها عبارة عن 32 فيديو. ال32 فيديو انت ممكن تقسمهم على شكل 3 فيديوهات باليوم خلال 10 ايام، أنت تكون أتميت الدراسة. فتتفرج الفيديوهات مع الكتاب مع الأسئلة مع التطبيق على اللابات، يهيئك للامتحان. لو عندك مجال ممكن تعمل 6 فيديوهات باليوم في 5، راح يكون عندك 30 فيديو تغطيهم 5 أيام. لو كنت يعني ما عندك وقت نهائي ممكن تعمل 3 فيديوهات باليوم لمدة 10 أيام، أو حتى لو فيديو واحد باليوم 32 يوم تكون تجهزت للسي سي ان اي. نفس الوقت انت ممكن تنزلون برنامج اسمه نت تيوب. نت تيوب ممكن انت تنزل يعني مثلا سلسلتي سلسلة الداتا سنتر او اي فيديوهات او حتى هذا الموضوع اللي اشرحه حاليا. نزل برنامج نت تيوب، راح يكون عندك موجود يشتغل لك بالاوف لاين مود، يعني ما راح يصرف من الداتا اللي عندك، او اذا انت كنت تاخذ انترنت من السيم كارد او اي اسلوب ثاني. ممكن انت وتكون راكب الباص راكب المترو طالع مع شخص في طريق طويل، انت ممكن تستمع للفيديوهات من خلال نت تيوب على اسلوب الاوفلاين. تكون مجهزة عندك بالموبايل موجودة بالايباد سامسونج تابلتس اي اسلوب ثاني. لا تنطي لنفسك حجة انه تبتعد عن الفيديوهات. فانت ممكن تستمع لفيديوهاتي من خلال نت تيوب، ممكن تستمع لفيديوهات استاذ ضاري او اي شخص ثاني موجود، حتى تكون انت دائما على استعداد تكون معلومه بدماغك. هذه واحده هي من المواضيع المهمه جدا اللي احب اوضحها. اما الجزء الثاني لهذا الفيديو، فمن المواضيع المهمه بهذا الجزء، المواضيع المهمه هي موضوع الاي بي سبنتنج. موضوع الاي بي سبنتنج واحد من اهم المواضيع اللي لازم تفهمه وتحفظه، تكون فاهم سبنتنجز، تفهم شنو معنى باينري وديسيمالز وكيفية التحويل بيناتهم، طريقة حساب الاي بي، الصعوبات اللي راح تواجهك بإقراء لأكثر من فيديو، إقراء لأكثر من أسلوب. يحتاج إلى فهم كيفية تحويل هذه الواحد إلى صفارة والصفارة إلى واحد، من باينري ديسيمالز ديسيمالز إلى باينري. كل هذه المواضيع لازم يكون عندك فكرة عنها. للتطبيق عندك ممكن تحل اي بي، تنزل هذه الموبايل ابس على الاندرويد على الايفون او الويندوز فونز. سبنتنج براكتس مجانيه، هذا مجانيه. عندك هذا اسلوب ثاني لحل السبنتنجز، تفهم المواضيع تفهم المواضيع من خلال الكتاب ايضا، حتى يكون عندك فكره عن السبنت مهم جدا، سهل ان تفهمه او تفهم كل المواضيع بي. اذا عندك مشكله بي راسلني من خلال قناتنا اليوتيوب على سيسكو فور اول، راسلنا على القناه اي صعوبه تواجهك.
راح اوضح لكم ايضا جدول للمستقبل اوضع على الجروب، نشارك وياكم هذه الملفات، ايضا نشارك وياكم هذه الكتب. نحتاج منكم دعمكم، مشاركاتكم للفيديوهات وللجروب حتى تحفزونا ان نكمل وياكم افضل فافضل. واي سؤال اني حاضر للمساعدة لكم. والسلام عليكم ورحمة الله.